عجبتني قوي في ان هي تواصل عندها النادي الاهلي، الكيان ازاي تديره وازاي بتتواصل مع المدربين وهم دول ولاد النادي الاهلي. التعاون المثمر بين كل المدربين ده شيء مهم جدا وشيء ناجح جدا. كابتن نجلاء بنبارك لك، لكن الموضوع كورونا مسيطر على العالم، مسيطر على كل حاجة. لازم تدي رسالة اولا للناس والشعب المصري وتقول لهم لازم يعملوا ايه، وبعد كده نتكلم على الانجاز ونبارك لك ونقول لك الف مبروك. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا انا بناشد الشعب المصري كله بالالتزام بالتعليمات اللي بتجيلنا على طول، ان احنا يا جماعه نستمر في بيوتنا، قاعدين في بيوتنا نلتزم جدا جدا، ونخلي بالنا من اطفالنا اللي بيحبوا ينزلوا كتير. لا اصل ما فيش حاجه، لا احنا هنقعد في الكافيه شويه، ده ميعاد حظر التجوال، ما فيش تجوال، الساعه 7 هتقفل المحلات. فدايما عندنا ضغط كتير جدا من الاولاد. انا عندي 3 بنات، عندي بنت منهم على طول دايما عايزه تخرج مع اصحابها، ورافضين حكايه موضوع يعني ايه عزله، يعني ايه قاعدين في بيتنا والحاجات دي كلها. مش فارقه معاهم؟ لا مش فارقه معاهم، هم حاسين ان الموضوع سهله جدا. دخلنا في دور الام بالظبط، فما فيش بقى، اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت. فاحنا بنناشد بامانه عشان في دلوقتي حالات كتير قوي بدات تظهر بقى شديده. فانا بناشد كل شعب مصري وكل ام وكل اب يخلي باله من اولاده، ويا ريت ما حدش ينزل من البيت الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. يا رب باذن الله تكون الرساله وصلت. لكن كلمينا بقى، نقول لك الف مبروك، انجاز مهم في حياتكم، واكيد ده سي في جديده بدل سي في اللعيبه، وكان سي في قويه جدا ليك انت ويسرى. النهارده في سي في مختلفه بالنسبه للتدريب. طبعا الله يبارك فيك، ربنا يكرمك طبعا على الاستضافه النهارده كمان في اليوم ده. فاحنا بنتكلم على البطوله بتاعتنا، كانت بطوله قويه جدا. طبعا زي ما قالت يسرى في الاول، احنا كان عندها صعوبه جدا في التعامل مع البنات. البنات كانت بتسمع عن كابتن يسرى، كابتن نجلاء، ان هم كانوا لعيبه، كانوا مدربين جامدين، كانوا عندهم شويه قلق جدا جدا في بدايه المشوار بتاعنا. احنا بدانا مشوارنا طبعا من يوم 15/6، من اول ما كابتن نور عيننا على طول في الفريق، بدانا نجتمع بالفريق من يوم 15/6، وبدانا المشوار التدريبي بتاعنا فيه ان شاء الرحمن. فالفرقه فرقه فيها نجمات حلوه جدا، فيها عناصر كويسه جدا، فيها خامات طويله، وفيها